بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التفكير العالمي. نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول اختلاف الأفراد والجماعات والأمم في التفكير العالمي. الفصل الثاني في مظاهر التفكير العالمي. أما حول الفصل الأول فلا بأس أن نشير بعنوان المقدمة إلى أن منح التفكير له تأثير كبير في حياة البشر، وذلك لأن الفكر يمثل القيادة، وهذه القيادة لا يوجد لها تأثير في الاتجاه العام لحياة الأفراد فقط، وإنما يوجد لها تأثير في كل مفردة من مفردات حياتنا نحن البشر. يعني الجريان العام خاضع لنمط التفكير، وكل مفردة من المفردات، وكل جزئي من الجزئيات. انتوا عندما تفتحون عينكم اول الفجر او قبل الفجر أو بعد الفجر إلى أن تغمضوا عينكم في الليل، هذه الفترة الممتدة كل جزئية من الجزئيات خاضعة لنمط الفكر، الفرد كيف يفكر، الوالد رحمه الله كان يقول على ما ببالي أنه كان هنالك رجلان في كربلاء كلاهما عربيان وكلاهما من قبيلة بني أسد، واحد منهم حرملة ابن كاهل الأسدي، وواحد منهم حبيب ابن مظاهر الأسدي، كلاهما أسديان كلاهما عربيان، لكن واحد اختار طريق النار والآخر اختار طريق الجنة. واحد منهم ظل لعنة ويظل لعنة على مدى التاريخ، والثاني يظل ملهما للأجيال على مدى التاريخ نموذج. لماذا حرملة كان حرملة؟ ولماذا حبيب كان حبيب؟
نمط الفكر يختلف. ابو ذر وابو لهب كلاهما عربيان، وكلاهما رأيا النبي صلى الله عليه وآله، لكن أبو لهب نزلت سورة من القرآن في ذمه، لعله لا نعهد في القرآن الكريم سورة كاملة في ذم فردا. أنا الآن مو في بالي، أنتوا في بالكم؟ من بداية السورة إلى نهايتها في ذمه وذم زوجته وامرأته حمالة الحطب. وأبو ذر في المقابل ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أبو ذر قاده تفكيره إلى هذه النهاية، إلى هذه الغاية، وأبو لهب قاده تفكيره إلى هذه النهاية. فالفكر له أهمية كبرى في حياة البشر. هذا البحث له عرض عريض، وهنالك روايات في هذا الميدان، ذكر بعضها سيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه في كتابه مصابيح الأنوار، كتاب جيد، ومن المهم مطالعة هذا الكتاب في حل مشكلات الأخبار. نحن كلامنا في بعد من أبعاد هذه الكلية، وهذا البعد هو أن الأفراد يختلفون في شعاع تفكيرهم وفي مدى تفكيرهم وفي حدود تفكيرهم، وهذا الاختلاف يؤثر أثرا بينا في كل خطوة من خطوات الفرد. النوع الأول، الأفراد الذين لهم تفكير، إذا صح التعبير، شخصاني، يفكر في ذاته، الذات هي المحور، الذات هي المنطلق وهي الغاية وهي النهاية وهي الإطار وهي الهدف. يمكن أغلب الأفراد يكونون من هذا القبيل، باعثهم الأنا، هذا حدود تفكير. كان أحد العلماء يقول، وحقيقة هذه الكلمة جديرة بالتأمل، يقول نحن يعني البشر غالبا نفكر ونتألم ونتأذى لوجع سن واحد من أسناننا أكثر مما نتألم لموت مليون فرد من أفراد البشر جوعا. البشر الذين كرمهم الله، إذا واحد سن من أسنان توجع يفكر ويتألم ويفكر ماذا يفعل، ولكن يقولوا له في أثيوبيا 15 مليون إنسان مهددون بالموت جوعا، خبر من الأخبار. يمكن لحظة واحدة لا يفكر في هذا الخبر.
المنطلق هو الأنا، يحب للأنا بالنتيجة ويبغض للأنا بالنتيجة ويؤلف للأنا بالنتيجة. يعني عندما تبحثون عن الجوهر الحقيقي، ليش دا يعمل هذه الأعمال؟ تجارة مو أكثر من هذا. هذا النوع الأول، وهم يمثلون أغلب البشر مع الأسف، أو لعله يمثلون أغلب البشر. النوع الثاني، التفكير العائلي. هنالك أفراد يفكرون في حدود عائلته، هو وزوجته وأولاده وأحفاده. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، التفكير العشائري، يفكر في عشيرته. النوع الرابع، التفكير القومي، يفكر في قومه. النوع الخامس، التفكير الإقليمي، يفكر في حدود الإقليم وفي حدود البلد. النوع الأخير، هنالك أنواع أخرى أيضا، التفكير اللوني، التفكير اللغوي. النوع الأخير في حديثنا التفكير العالمي، تفكيره في حدود العالم، اهتمامه في إطار العالم، همه هم العالم. هذا النمط من التفكير يؤثر على كل جزئية من جزئيات حركة الإنسان، حتى في المسكن، وحتى في المدفن، وحتى في الزواج، وحتى في التجارة. يعني هذه مو قضية تجريدية لا ربط لها بالواقع، مرتبطة بالواقع. أين يسكن الفرد؟ هذا النمط من التفكير مؤثر. الفرد اللي يفكر في حدود الإقليم يقول هذا هو إقليمي، أنا يجب أن أسكن في هذا الإقليم، أنا ولدت في العراق يجب أن أبقى في العراق. هذا هو العراق، يحدد إطار فكره. أنا ولدت في إيران يجب أن أعيش في إيران، كأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا هذه الرقعة الجغرافية الضيقة. الله تعالى يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الأرض كلها أرض الله. الله تعالى لم يخلق العراق فقط أو إيران فقط أو الخليج فقط أو لبنان فقط، لكن عادة الأفراد الذين لا تفكير عالمي لهم الإقليم يحدد فكرهم. أنا ولدت في هذا المكان يجب إلى النهاية أبقى في هذا المكان مهما كان. هذا مؤثر. وقد يتخذ الفرد قرارات خاطئة وفق هذا التفكير، قرار خاطئ. الوالد رحمه الله، ما أذكر تفاصيل القضية إجمالا،
بعث إلى عالم من العلماء وأنا أعرف الواسطة أيضا، قال له لا تبقى في البلد الفلاني، هذا خطر عليك، إذا تريد تشتغل في ذاك البلد ما يخلوك تشتغل، إذا تريد تشتغل انتقل إلى بلد آخر. هذا الواسطة ذهب إلى ذلك العالم، عالم في ذلك البلد الآخر، ونقل له كلام الوالد. ما كان رأيه، كان رأيه أنه يبقى في ذلك البلد، وبقي في ذلك البلد إلى أن أخذوه وقتلوه. أنا ولدت في هذا المكان، يجب أن أبقى في هذا المكان مهما كان. وعالم آخر أنا أتذكره أيضا جاء عند الوالد رضوان الله عليه، الوالد قال لي لا ترجع خطر عليك، قال له أنا ولدت في ذلك البلد يجب أن أبقى في ذاك البلد مهما كان. هذه النزعة التي يقال لها النزعة الاستصحابية، ابقاء ما كان على ما كان، وعاد الى ذلك البلد. بمجرد ما عاد، يمكن ايام ما اتذكر بالضبط، قبضوا عليه. هاي القضية مال قبل حوالي 30 عام، والى الان لا يعرف عنه خبر، اي خبر ماكو عنه، ولا يعلم انه حي أو ميت. يعني هذا نمط التفكير مو فقط نوع من أنواع التفكير المجرد، هذا يؤثر على القرار، يؤثر على المسكن، يؤثر على المدفن، حتى المدفن أين أدفن. نقل لي أحد الخطباء، يعني نقل أحد الخطباء، مو نقل لي، نقل مضمون القضية، قال أنا كنت عند الوالد، فجاءه رجل مضمون القضية وقال له أنا تعبت وأشعر أن وفاتي قريبة. فيقول الوالد، قال له اذهب إلى بلاد الغرب، يبدو عالم متقي كان كما يبدو، اذهب إلى بلاد الغرب. فيقول ذلك الخطيب، قال للوالد أنه، أو ذاك العالم قال للوالد أنه أنا الآن قريب نهاية عمري، أذهب إلى بلاد الغرب أموت هناك. فيقول الوالد، قال له تموت هنا، موتك ما إلى أثر، يأخذوك يدفنوك في مقبرة من المقابر وتضيع، لكن إذا ذهبت أنت العالم المتقي إلى بلاد الغرب ومت هناك تدفن، ويتحول قبرك إلى محل للعبادة هناك. عالم متقي ميت في بلد من البلاد الغربية، يجون يقرؤون القرآن عنده، يطلبون حوائجهم من الله سبحانه وتعالى عند قبره، فموت هناك نافع، أما موت في هذا البلد لا نفع فيه. الظاهر أنه ما سمع الكلام ومات، هكذا يبدو. يعني هذا النوع من التفكير، إطار التفكير،
شعاع التفكير، مدى التفكير، هذا يؤثر على كل جزئية من جزئيات حياة الفرد. هذا باختصار الموضوع الأول. الموضوع الثاني مظاهر التفكير العالمي. التفكير العالمي له مظاهر، له مظاهر في الحقل السياسي، وله مظاهر في الحقل الاقتصادي، وله مظاهر، وكلامنا في هذه النقطة الثالثة في الحقل التبليغي. نحن غالبا مبلغون، حاملون لراية التبليغ. التفكير العالمي له تأثير في نمط التبليغ، كيف نبلغ وأين نبلغ وفي أي بلد نبلغ مؤثر. الله تعالى ما جعل الدين لبلد معين. أن تلاحظوا آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم، النبي نشأ صلى الله عليه وآله في محيط ضيق، ولكن لاحظوا آيات القرآن الكريم، يعني البيئة التي كانت بيئة ضيقة، بيئة محدودة. لاحظوا المعلقات، ولكن القرآن الكريم لغته لغة عالمية. الله تعالى يقول في آية ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين. الله تعالى في آية ثانية يقول ليظهره على الدين كله. الله تعالى في آية ثالثة يقول يا أيها الناس، الخطاب للعموم. الله تعالى في آية رابعة يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى في آية خامسة يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مو لقوم، مو لإيران، مو لكربلاء والنجف والحل، للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله أيضا، أكو كتاب جيد تشوفون هذا الكتاب إذا ما شايفي وتقرؤونه، مكاتيب النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله كتب مكاتيب إلى مختلف بلاد العالم. مثلا النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر في التاريخ كتب كتابا وبعث سفيرا إلى ملك الروم، بعث كتابا إلى كسرى فارس، بعث كتابا إلى عظيم القبط، بعث كتابا إلى ملك الحبشة النجاشي المعروف، بعث كتابا إلى الحارث ابن أبي شمر ملك تخوم الشام، بعث له كتاب، بعث كتابا إلى هوذة الحنفي ملك اليمامة كتب له كتاب، بعث كتبا إلى رؤساء العرب وشيوخ القبائل والأساقفة وإلى مختلف الطوائف،
وكانت هذه مؤثرة، أثرت. طبعا البعض ما رتبوا الأثر، ولكن البعض رتبوا الأثر، أثرت فيهم هذه الكتب. أكو بعض الأفراد يقولون ما هي الفائدة، ما يقبلون. ليش ما يقبلون؟ يقبلون ويؤثر فيهم. أذكر لكم بعض النماذج باختصار. التاريخ يذكر أن أسقف الروم بعدما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى الكنيسة في حشد وقال: يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب أحمد صلى الله عليه وآله يدعونا إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد رسول الله. أثر هذا الكتاب. ثروة عامل قيصر بعمان عندما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وآله آمن وأعلن إيمانه، فأخذوه وطلبوا منه أن يتوب فأبى. قالوا: نقتلك. قال: اقتلوني. فأخذوه وقتلوا. هذا فروة أثر. ملك البحرين المنذر ابن ساوى قبل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وأعلن إسلامه. البحرين من بدايات أمرها آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أثر. النجاشي أيضا كتب إلى النبي كتابا، كتابه المعروف، وأظهر إيمانه. إن شاء الله راجعوا كتاب مكاتيب النبي أو مكاتيب الرسول صلى الله عليه وآله، شوفوا كتب النبي بألفاظها وتأثيراتها. لذلك في الحقيقة نحن في فكرنا، في اهتمامنا، في زواجنا، في مسكننا، في مدفننا، يجب أن لا يؤطرنا بلد أو إقليم أو قومية أو لغة. أنقل لكم هذه القضية وأختم بها إن شاء الله الموضوع. هذه القضية لها نماذج كثيرة في التاريخ. الهند كيف أسلمت؟ لها قضية مطولة، كيف تشيعت مو كيف أسلمت. إسلامها كان متقدم، وكيف أعلنت فيها الشهادة الثالثة بجهود عالمين: الملا عناية الله الشيرازي والملا فتح الله الشيرازي، عالمان أثر في تشيع الهند وفي إعلان الشهادة الثالثة في الهند، ودفع حياتهما ثمنا لذلك في قضية مطولة لعلنا نذكرها في وقت آخر. الحاكم الناصبي المتعصب في الهند إبراهيم شاه عندما علم بهما أخذهما وقتلهما فورا، لأن ذول الثنين كانوا معلمين لولده، كان عنده ولد يقال له علي ابن إبراهيم شاه. فهؤلاء هذان العالمان الملا فتح الله والملا عناية الله غرسا في قلبه بذور التشيع،
وعلى يد هذا علي في قضية مطولة رفعت شهادة أشهد أن عليا ولي الله في الهند. العلامة الأميني كان رايح للهند كما كاتبين عنه، بعد ما رجع هالشكل مكتوب أن انطباعه كان أنه يا ليت كانت لي أموال أعطيها لطلاب العلوم الدينية حتى ينتشروا في العالم، لكن ما عندي ماذا أفعل. نعود إلى القضية. كان هنالك رجل في قوم، هذه القضية قبل 500 عام تقريبا، وهذا الرجل يقال له أحمد، وولد في قوم في منطقة باين شاهر، ولد هنا، مضى من عمره أعوام في قوم، فجأة ما أعلم ليش فكر أن يهاجر إلى الخارج. راح إلى تايلاند وبدأ بعمل تبليغي حكيم في أهالي تايلاند. إذا كان يبقى في قوم هذا الرجل قاعدة كان يضيع، يعني ما كان إلى أثر. ذهب إلى هنالك وبدأ بالتبليغ بطريقة ذكية، ولأمانته وحكمته وعقله ودرايته، وتزوج فتاة تايلندية أيضا، أخذ فتاة من تايلاند، ولحكمته وعقله ودرايته تحول في فترة من الفترات إلى رئيس وزراء تايلاند. الشيخ أحمد القمي تحول إلى رئيس وزراء تايلاند قبل حوالي 500 عام. الإسلام والتشيع الذي نجده الآن في تايلاند بكله أو بجملة منه مدينة لهذا الرجل الشيخ أحمد القمي، وبنى للمسلمين هنالك مساجد ومؤسسات ومشاريع. والآن مثل ما منقول، أنا شفت صورة مرقد له، مرقد عظيم في تايلاند، ما أعلم أنتم رايحين، وعليه وعلى مرقته قبة ذهبية أو مذهبة، والناس، أنا شايف صورة قبره مرقد، والناس يأتون إلى قبره بعد حوالي 500 عام، الآن تمضي على هجرته تقريبا، ويطلبون من الله تعالى قضاء حوائجهم ببركته. والمنقول أنه حتى بعض غير المسلمين يأتون إلى قبره، لأن المعروف أن هذا الرجل صاحب كرامات. إذا كان يبقى في قوم عادة كان يضيع وينتهي. أنا لا أقول أن الإنسان لا يبقى في قوم، حتى إذا بقي في قوم، ولكن فكره يجب أن يكون فكرا عالميا. احنا في اول سورة الحمد التي نقرأها في كل يوم عدة مرات، الحمد لله رب العالمين، الربوبية العالمين،
الرحمة العالمية إلا رحمة للعالمين. وهنالك قضية أخرى أيضا كان الوالد رحمه الله ينقلها حول الشيخ عبد الله المكي الذي ذهب إلى الفلبين، ومسلم الفلبين الآن مدينون لجهوده. نحن يجب علينا أن نطبق على أنفسنا هذا المنح من التفكير، أن يكون التفكير كما أراده الله سبحانه وتعالى تفكيرا عالميا. وفي الحديث الشريف: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين، لا بأمور بلد معين أو عشيرة معينة أو قطر معين، فليس بمسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. الإنسان عنده أيام، وهذه الأيام تنتهي، يجب عليه أن يحاول أن يكون له تأثير في مجرى التاريخ، وهذا ممكن بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله.